بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم علي الشمري، أستاذ المناهج وطرق تدريس الحاسب الآلي المساعد، وعميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والمشرف على إدارة البرامج والخطط في جامعة تبوك. حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة بوردو يونيفرسيتي من ويست لافيت إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص Curriculum and Instruction، وكانت رسالة الدكتوراه تركز على تدريس مهارات الحاسب الآلي والبرمجة للأقليات في التخصص وخصوصا النساء باستخدام الاستديوهات التعليمية وبرمجة وتطوير الألعاب وعلم الروبوتكس. كانت رحلة الدراسة رحلة ممتعة جدا، تم اختيار جامعة بوردو يونيفرسيتي كونها جامعة قوية تتضمن نخبة من العلماء المختصين في مجال Learning Design and Technology. بعض الأسماء اللي كنا نسمع عنها ونقرأ عنها في المقالات والأبحاث العلمية أثناء دراسة الماجستير، اكتشفت أو وجدت يوما ما أني طالب من طلاب هؤلاء النخبة، بل أيضا تشرفت بوجود بعضهم مشرفين على رسالتي في الدكتوراه. كمية ونوعية المعلومات الهائلة والمهارات المكتسبة والتي تم بناؤها خلال فترة الدراسة ساعدتني على البدء في مجموعة من المشاريع النوعية في جامعة تبوك، لعل أهمها وأبرزها مشروع تطوير وبناء البرامج والخطط الدراسية في الجامعة وموائمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل. نصيحة أقدمها لإخواني الطلاب الدوليين المستجدين: كن قريبا من المجتمع الأمريكي، حاول الاختلاط في المجتمع الأمريكي وتكوين صداقات وعلاقات، تعرف على الثقافات المختلفة، وحاول أن تطور من مهاراتك الناعمة أو ما يسمى بالسوفت سكيلز. على الجانب الأكاديمي، كن قريبا من مشرفك الدراسي، اطلع على الخطة، أيضا حاول أن تكون مصدر ومنتج للمعرفة وللمعلومة بدلا من أن تكون مستهلك فقط. قد أجد نفسي إن شاء الله أكملت مشروع بناء وتطوير البرامج والخطط الدراسية في جامعة تبوك، وبدأت في تصدير هذا المشروع إلى جهات أخرى أو جامعات أخرى محلية أو حتى ربما إقليمية أو دولية. كهواية مرتبطة في الجانب المهني، قد أجد نفسي مطور ألعاب في إحدى معامل AAA Studios.